تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة بشن عشرات الغارات الجوية والمدفعية والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح ما يزيد على 90% من السكان. برنامج الأغذية العالمي أكد أن خطر المجاعة في غزة يزداد يوما بعد آخر، ولا سيما لما يقدر ب 300,000 شخص في شمال غزة انقطعت عنهم المساعدات بشكل كبير. وحذر البرنامج من أن وصول المساعدات إلى غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة. منظمة الصحة العالمية قالت بدورها إن وضع الرعاية الصحية في غزة لا يزال محفوفاً بمخاطر بالغة وسط تواصل الغارات والأعمال القتالية ونقص الإمدادات والفرق الطبية والقيود المفروضة على الوصول وتدهور الظروف الصحية على نحو سريع. وبيّنت أن سوء التغذية الشديد العام في غزة وصل إلى 16%، وهو معدل يتخطى العتبة الحرجة. أشد هجمات جيش الاحتلال تلك التي تعرضت لها جمعية الهلال الأحمر شمالي غزة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة والتسبب بأزمة صحية وإنسانية، ولا سيما بعد خروج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة هناك. وكالة الأونروا أفادت بانتشار الأمراض بشكل مقلق بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة، وتشير النتائج الأخيرة لفحوص سوء التغذية التي أجرتها المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية إلى زيادة كبيرة في معدل سوء التغذية بين الأطفال. يأتي هذا في حين دخل العدوان على غزة شهره الخامس، ومعظم قتلاه وجرحاه من الأطفال والنساء، وتسبب أيضاً في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب الأمم المتحدة.